من الريشه الطايره نروح معاكم بقى للسلاح. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حضر حفل ختام بطوله العالم لسلاح السيف واللي اتلعبت على صاله 2 بمجمع الصالات في استاد القاهره الدولي في الفتره من 15 ولحد 17 نوفمبر اللي احنا فيه. البطوله شارك فيها حوالي 200 لاعب بيمثلوا كمان 38 دوله من مختلف دول العالم. وزير الشباب والرياضه سلم الميداليات للمركز الاول لمنتخب كوريا الجنوبيه وكمان ميداليات المركز الثاني لمنتخب المجر. اما بقى كمان ميداليات المركز الثالث فسلمها لمنتخب ايطاليا. علشان بقى نعرف اكتر عن البطوله وكمان عن الفائزين بالبطوله معنا تقرير عنهم ونرجع تاني، خليكم معنا. احنا يمكن لعبة السلاح استضافت الماستر بطولة عالم واستضافت بطولة جايزة كبرى والنهاردة بنستضيف بطولة العالم. النهاردة فعلا هم خدوا ال 14 من 138 دولة، ده بيضمن يعني الريكورد كده لعدد المرات زي ما كابتن عبد المنعم بنتكلم التأهل. لكن زي ما قلت لحضرتك احنا يعني بنبص على الشيء الأكبر انه مصر الحمد لله بتستضيف دول العالم كلها، يعني دي رسالة كبيرة وقوية قد إيه تطور مصر في كل المجالات وفي كل يعني حاجة زي تطوير الدولة المصرية بقيادة طبعا فخامة الرئيس والقيادة السياسية والحكومة. إحنا كمان الرياضة أداة كبيرة لنشر ده على المستوى العالمي. يعني البطولة دي من ضمن خمس بطولات الاتحاد الدولي حددهم للتأهل على الفرق لأولمبياد طوكيو 2020، دي ترتيبها في الخمسة. بطولة رقم 2، البطولة الأولانية اتلعبت في نهاية السيزن اللي فات، ثم البطولة اللي هنا في مصر، ثم في ثلاث بطولات خلال شهر يناير وفبراير ومارس. بس الخريطة بتاعت الدول المتأهلة بدأت تظهر، وإن شاء الله هو بيتأهل في السلاح سيف 8 دول. يعني أعتقد نحن نقول بنسبة 99% مبروك لمصر إن هي من ضمن الثمانية اللي تأهلوا إن شاء الله. البطولة النهاردة دي بطولة صبر ولاد، الأسبوع الجاي عندنا شيش بنات، في شهر 2 عندنا بطولة كاس عالم، في شهر 4 عندنا بطولة أفريقية المؤهلة للأولمبياد. فدي سلسلة بطولات غير البطولات اللي احنا بنلعبها بره، فالحمد لله احنا ماشيين بخطة كويسة، الحمد لله ناجحين فيها، وأتمنى إن شاء الله إن شاء الله نشوف مصر في السلاح في الأولمبياد عشان مصر. طبعا كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله في سلاح السيف، وكمان يعني للثمان منتخبات برضو اللي صعدوا، وان شاء الله برضو نبارك لمنتخبنا ان هو يصعد الاولمبياد الفتره اللي جايه. والجميل في الموضوع بقى ان احنا عندنا هنا تنظيم لمختلف البطولات، زي ما شفنا معانا دلوقتي ان كان في بطوله العالم نظمناها هنا في مصر في السلاح السيف، وكمان ما شاء الله يعني برضو بطوله منتخبنا الوطني تحت 23 سنة عندنا بطولات مختلفة، وكمان بطولة الاسكواش لسه كانت لسه خلصانة، وكمان عندنا برضو مثالي سلاح الشيش برضو السيدات لسه هتنظم الفترة اللي جاية، يعني بطولات مختلفة ما شاء الله، وده بيبين وبيؤكد كمان ان مصر بلد الامن والامان.